فاكر قبل ماتش، قبل معسكر مالي مع كابتن جوهري لما لا مش مالي، كان معسكر ماتش كان ايه؟ معسكر 2004 كان ماتش صالح. لا غير ده، ما ده طبعا ده ليه حكاياته ده. لا انا بتكلم كابتن جوهري لما راح لقاك على قاعد في حته انت وابراهيم سعيد. كان قبل معسكر لا كنا في معسكر، كنا في معسكر وكنا مسافرين. كنا قبلها كنا انت بتعمل ايه انت وابراهيم؟ كنت قاعد بشيش انا وابراهيم. لا وبعدين دخل كابتن جوهري لقى ابراهيم كان ميدو في الحمام، ولا انت اللي كان ابراهيم في الحمام وميدو اللي قاعد؟ لا فما شافش ابراهيم، ما شاف ميدو قال له لا دي شيشه ابراهيم سعيد. الله عليك سلمته. شغل برضه زمن غير الزمن. يعني العقليه اللعيبه دلوقتي بره بالذات احسن. ودلوقتي برضه في تهالي وجود السوشيال ميديا وان كل حاجه بتراقبها بشكل اكبر خلت اللعيبه ان هي عندها فريم معين ما تقدرش انها تخرج بره منه.